ومن الفوائد أن أعظم نعمة على الإنسان نعمة الدين. ولذلك انظر هنا، هل ذكر شيئا مما أعطاهم جل وعلا من الدنيا؟ ذكر النبوة، فدل هذا على أن أعظم نعمة كما جاء في السنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال: ما أعطي أحد بعد اليقين، يعني بعد الدين، خيرا من العافية. الدين أفضل نعمة، يلي ذلك العافية. ولذا هنا ماذا قال؟ وما أوتي النبيون من ربهم، دل على أن أعظم النعم هي نعمة الدين.